تاخذ كمان اسلم ابو فواز قول. ايه اقول لك على طاري اهل جده وطيبتهم وكرمهم اللي الحمد لله موجود في كل شباب عند شباب واهل المملكه العربيه السعوديه. بجده مره جالسين عند واحد فجالسين في المجلس واللي يتصل يقول له حياك حياك، فجون اثنين جو ثلاثه جو اربعه، اخر شيء هو صاحب الديوانيه اللي عازمنا جالس عند الباب اللي يفتح الباب يخبطه. فكلموه شباب قال حياكم، قلت له يا حبيبي وين حياكم؟ انت جالس برا. فانا ما كنت عارفه، انا كنت رايح مع الشخص اللي قاعد يكلمني.